تعالوا شوفوا اللي بعده. انا دلوقتي عايز اعمل شويه سمبوسه بالفراخ. اعملها ازاي يا شيف؟ مقاديرها على الشاشه. سمبوسه ومعانا دجاج مفروم ومعانا معلقتين دي، دول معانا من اول الشهر الكريم مخلوطين في الميه. والمقادير على الشاشه تاني، معانا دجاج مفروم ومعانا كمان معلقتين دي مخلوطين بشويه ميه، ميه عاديه من الحنفيه، وعجينه سمبوسه وبصله ناعمه وفص ثوم. طب انت بتعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ اللبن بتاع الشيش براك خلي بالك عينك عليه، من وقت للتاني لازم تقلبيه علشان ما يشيطش منك ويطلع ريحه من الشياط، وده ملوش علاج خلي بالك. اللبن لو شاط خلاص خلصت، لازم تغيريه لان الاكله كده باظت. طبعا ايه المقادير بتاعت اللبن يا عم الشيف؟ تسلم ايديك يا حبيب قلبي. بتحط على اللبن ده شويه نشا، انا ما كانش عندي نشا كان خلص، اخويا مصطفى دخل لي النشا حبيبي اهو، وبحطه كده مع اللبن. معانا في المقادير بيضه، باخدها زي ما هي كده، بكسر البيضه اهو. شفت البيضه اللي نزلت على اللبن ديت؟ هي دي اللي بتديله القوام، بتديله الشخصيه. ونقلب كده اهو. دي طبخه اللبن. الشيف الشاطر والست الشاطره ان اللبن ده ما يبرغلش منها ولا يقطع منها ولا يفرط منها ولا يتقل منها، كل ده اه. وتقليب مستمر اه وعلى نار هاديه اه. نشوف قوامه دلوقتي مع بعض اه. تقدري تعملي كبيبه باللبن، تعملي لبن امه مع اكله معروفه كمان شكريه باللبن اه. ايوه الصبيت ماشي ولا مالي يا استاذ رحاب؟ حاضر عينيا حاضر. في واحده اتصلت من على السوشيال ميديا، بنوجه لها تحيه كبيره. كل سنه وانتم طيبه، وكل اللي على السوشيال ميديا بنقول لكم كل سنه طيبين. تابعونا لو فاتكم الوقت الساعه 2، تابعوا الحلقه مباشره على القناه الاولى والصفحه الرسميه طبعا، وكمان صفحه اكله ام اه. اللبن يحتاج مني شويه شوربه، بحط ممكن تعمليه بشوربه الفراخ، شوربه لحمه، تضيفي للبن ده. العب هو ده حمام محشي فريك، ده لسه ما عملناهوش. ده بتجيبي جوز حمام وتجيبي الفريك، ما يحب الشريك، يتشوى على النار مع بصلايه وتومه زي الفل، ياخد قرفه ناعمه وفلفل اسود، وبعد كده يستوي نص السوا، ونحشي الحمام بتاعنا بعد ما نتبله من الداخل والخارج، وينزل مع بوكيه جرنيه ميه مغليه على النار علشان ما يفكش منك. اما بالنسبه للسبيت على طريقه الشيف، انا شخصيا بحب اكل السبيت مقلي. بنجيب السبيت زي ما هو كده، يتقطع رفيع جدا زي البطاطس المقليه، وبعد كده بنتبله ونحطه في الدقيق لمده نص ساعه. يطلع من الدقيق شكله مش هتعرفيه، هتلاقيه متغلف كده خلطه لطيفه. ترش عليه رشه ميه حلوه، وقول وانت بترش الميه، رش الميه مش عداوه، رش الميه بقلاوه، وتحطيه في قلب الزيت يتحمر معاكي ويطلع كريسبي. اللبن اللبن خلاص كده طلع معايا، بخليه على جنب. انا ما عملتش اي حاجه غير اللبن اقلبه كويس، لان لو سبته ثانيه هيشيط مني اه بالشكل ده كده. شوف قوامه مع بعض يلا اه. ايه الاخبار؟ بص كده القوام اللبن ده كده اه، ده زبادي اه اه اه. شفت اهي، دي علامات ان اللبن ظابط معاه اه اه. ده كان زبادي اه 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 اه. اطلع لغايه الكرين فوق اه. مين معانا على الكرين اه اه اه. حلو، هياخد لسه الخلطه بتاعته. نعم يا استاذ رحاب اه. حلو، سؤال وجيه جدا. بدل الفراوله في الباستا فلورا اعمل التوت؟ اي نوع مربى في الباستا فلورا ما بتقولش لا، ما عدا مربى واحده بس انا مش بحبها. حلو، مربى التين بيبقى فيها بذر صغير كده، ده بيضايقني بصراحه، بس ممكن تحبوها يعني. حلو الكلام، بس مربى الفراوله بتبقى حلوه. نعم يا برنس اه. استاذه ماجده هدي حاضر، نعمل الديك الرومي على الفطار. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ديك رومي وزنه 5 كيلو اكيد. حلو، بنجيب هدي حاضر. الديك الرومي عشان نعمله وزنه 5 كيلو. بس خلينا بس قبل الديك الرومي في حاجه معينه عايز اقولها. انا عندي طاستين على النار، طاسه هشوح فيها الفراخ دي عشان الف سمبوسه، طبعا اللافف وجاهز، بس انا لازم اشوحها مع حضراتكم واقول لكم بتتعمل ازاي، واعمل واحده او اتنين. وطاسه تانيه بعمل فيها الطشه بتاعت اللبن، مش طشه الملوخيه ولا طشه فته، طشه اللبن. طشه اللبن غير الطشه بتاعت الملوخيه وطشه الفته. دي كزبره خضراء وتومه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. فمطلوب ان النار تسخن هنا وتبقى الشغل معانا زي الفل.
تعالوا نشرح الديك الرومي بيتعمل ازاي. الديك الرومي بيتجاب 5 كيلو يتغسل كويس من الداخل والخارج، ونعمل له مساج حلو بمعلقه عسل، معلقه قرفه، معلقه فلفل اسود، معلقه مستردة، ونمسك الديك الرومي من بره من جوه ندلعه اخر دلع. عايزه تحشيه فريك هتسوي الفريك نص سوا وتحش تخلي الفريك في قلبه. عايزه تعملي رز بالخلطه تسوي الرز نص سوا مع كبد وقوانص او لحمه مفرومه وتدخليه في قلبه، وتقفليه كويس بتسبيكس او بخيط وتحطيه في صينيه زي الباشا كده حواليه تشكيله من الخضار، بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل اللي في الثلاجه كله، وتحط عليه شقشاق ميه وتقفليه كويس قوي قوي قوي. وزنه 5 كيلو يقعد 4 ساعات في الفرن، وزنه 4 كيلو يقعد 3 ساعات في الفرن. نزلي رقم واحد من الوزن، 5 حطيه 4، 4 حطيه 3، 3 حطيه 2 وهكذا. افتكري كلامي ده وانت بتحطيه في الفرن، ولو حصل حاجه اتصل بيا وقولي لي، انا ادفع ثمنه مباشره على طول. طيب نرجع لموضوعنا، الطشه بتاعت اللبن كده. احنا طبعا قعدنا نرغي كتير علشان الطاسات تسخن معانا، ونشوف ازاي هنشتغل. اول حاجه الطاسه دي للفراخ ننزل بيها كده. عايزك تبقى شاطره في المطبخ زي كده، هتقولي الشيف المغازي بيشتغل بسرعه والراجل ده انا هلاحق وراه ازاي، وانا عارف ان الكلام ده بيتقال في حقي وارد، بس انا عايز اقول لك على حاجه. احنا العالم كله بيتابعنا، حلو، احنا بنشرح الفكره وبنشرح ازاي تقف في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق في خطواتي يمشي ملكا. ولكن انت ليكي تركاتك وليكي طبعا اسرارك في المطبخ وترتيب مطبخك. يعني انا مثلا لو قلت لي يا شيف غازي المعلقه الفلانيه والشكل الفلاني فين، حافظها كل حاجه في المطبخ، انا رصصها بايدي عشان اقف رايق وفايق وعارف كل حاجه معايا ازاي. عينيا الاثنين اهو، هسيب الفراخ تتعصج. دي فراخ مفرومه، صدر فرخه جبته فرمته وحطيته على النار مع بصلايه مع فص توم مش هنزل بيه دلوقتي، وعصج الفراخ دي اللي هي زي اللحمه المفرومه، توابلنا ملح وفلفل وزعتر، وبعد كده تبرد واللي فيها سبوسه عشان كده انا لفيفها وجاهزه معايا. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وهنزل السبوسه اللي اتلفت مسبقا دي تتحمر في الزيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. وما زلت مع تقليب اللبن، لان هو اللبن ده طبعا لازم يتحط بطريقه صح وحساس جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لازم تسمعي صوت المضرب في ارضيه الحله وانت بتقلبي. سمعت صوت غير صوت المضرب في الاحتكاك بالمعدن اعرف ان اللبن ده شاط منك. اه سامعين الصوت ده كده؟ اه واللبن ياخد القوام بالشكل ده كده. اه هنعمل له الطش مع بعض. احنا عرفنا فكره لف السمبوسه الاول، كانك بتلف لفه لحمه مفرومه، بس اهم حاجه التتبيله. التتبيله بتاعتنا عباره عن فلفل بابريكا، انا بحب دايما البابريكا الحلوه دي كده، وملح وفلفل وشويه زعتر، كمون وكزبره بريئه، كمون وكزبره بلاشها خالص هنا. اه ويا ريت لو معلقه دبس الرمان تبقى انت كده شجعتيها. اه زي الفل. هناخد دول يا عم الشيف نقلبهم مع بعض. ده بالنسبة للسمبوسة بالفراخ، اللي بيحب الفراخ ومش عايز لحمة. اه بتخليها تبرد، وإذا عينيا وإذا في وقت إن شاء الله نلف لنا 2 3 4 مع بعض بإذن الله. نطلع السمبوسة بقى اللي اتحمرت من قبل. اه بص عليها كده عمنا، يوعدك بزيارة النبي. اه اثبت شوية زي الفل. تمام، نطلع الفراخ دي على جنب كده. اوعى تلفي سمبوسة بلحمه او فراخ وقبل ما تبرد، خلي بالك العجينه هتبوظ منك وتزعلي، ترجعي تقولي الشيف المغازي قال. اه دي تبرد، نلفها زي ما احنا عايزين بقى بالشكل اللي احنا حابينه. حلو قوي، اللهم صل على النبي. شويه سمبوسه بيتكلموا مصر بالفراخ، لا باللحمه ولا بالدجاج. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، اللهم اني صايم. لا لا عايز اقول لك الصوت يجوع. اه حطها هنا جنب الفايته زي الفل.